بعد موت اسكندر المقدوني نشأ صراع داخلي في جيش الإغريق، وفي حوالي العام 306 قبل الميلاد وقع قسم من الإمبراطورية المصرية بيد بطليموس الأول، حيث كان حاكم مثقف ولفت انتباهه مدرسة اسكندرية، حيث وجد كتاب رياضيات مشهور جدا فيها وكان أفضل المبيعات. كان هذا الكتاب هو العناصر للعالم إقليدس الإسكندري، والذي سيكون جزءنا السابع من سلسلة تاريخ الرياضيات. كان إقليدس تلميذ لدى سقراط، وكان أيضا من تلاميذ أفلاطون، فقد تأثر بأفكارهما وبمنطقهما. بقي 5 أعمال فقط للعالم إقليدس حتى أيامنا هذه، وهي العناصر، تقسيم الأشكال، الظواهر، البصريات، والبيانات. في البصريات استطاع إقليدس من التخلص من نظرية انبعاث الرؤية التي كانت تقول بأن العين ترسل أشعة إلى الأشياء فتراها. وفي الظواهر فقد كان عمل على مجال هندسي كروي ليستخدمه علماء الفلك. وفي البيانات اهتم إقليدس بالصلة بين المقياس الخطي ومقياس الزوايا لدائرة معينة. وفي تقسيم الأشكال تضمن 36 فرضية بخصوص تقسيم الأشكال والأحجام. أما العناصر فقد قسم إلى 13 كتاب. بدأ إقليدس في هذا العمل ب 23 تعريف، ولكنها لم تكن تعريف بديهية بل كانت صعبة الفهم بعض الشيء. فمثلا النقطة هي التي لا تقسم، الخط هو طول غير محدود، السطح هو الذي يمتلك طول وعرض فقط. وقد قدم أيضا بعض التعريف والتعاميم المنطقي، مثلا أن حدود الخطوط هي نقاط، حدود السطح هو خطوط. كما عرف زاوية سطح بأنها انحناء لخط على خط آخر لمسطح معين حيث يلتقيان ببعضهما البعض. فكانت كلمة زاوية غير معروفة حينها، وكانت كلمة انحناء هي أفضل تعريف لها. برهنت النظريات الثلاثة الأولى من الكتاب الأول بأن بناء أي حجم ليس مستحيلا حتى باستخدام مبنى بناء الدائرة فقط، أي بمعنى استخدام الفرجار. فإن النظرية الأولى تبرهن كيفية بناء مثلث متساوي الأضلاع وهو على الشكل التالي، وهكذا. فإن معظم نظريات الكتاب الأول من العناصر هو معروف جدا لمن تلقوا التعليم الثانوي في الهندسة، التي تحتوي على أنظمة الرسم باستخدام المسطرة وقوانين تساوي المثلثات، خصائص الخطين المتوازيين وخصائص المنحرف. ويختتم الكتاب الأول بإثبات نظرية فيثاغورس. الكتاب الثاني من العناصر كان صغيرا، فقد احتوى على 14 نظرية فقط، لا تحتوي على أهمية في يومنا هذا، ولكنها كانت مهمة جدا في عصر إقليدس. فقد تناول الكتاب الثاني مواضيع الجبر في الهندسة، والتي تحدث فيها أيضا عن نظرية فيثاغورس ولكن بطريقته. أما في الكتابين الثالث والرابع فكانت تهتم بهندسة الدائرة، فالنظرية الأولى من الكتاب الثالث تتحدث عن بنية الدائرة، والأخيرة تتحدث عن حالات وجود نقطة خارج الدائرة لرسم خطوط تمس الدائرة وخطوط تعبر الدائرة. وفي الكتاب الرابع يوجد 16 نظرية مألوفة للطلاب تتحدث عن خصائص الدائرة ونظريات عن قياس الزاوية. وفي الكتاب الخامس تحدث إقليدس عن التناسب الذي كان يتجنبه علماء الرياضيات، فقد ظهرت الحاجة لاستخدام التناسب في الرياضيات، وهذا ما عمل عليه إقليدس، فقد قدم 25 نظرية وتعاريف، وقد عمل على تطوير التناسب فأدخله في الجبر وتداخل أيضا في الهندسة، وهذا ما جعله يقدم الكتاب السادس الذي يتحدث فيه عن نظرية التناسب والنسب المتصلة بالمثلثات المماثلة والمنحرف ومضلعات أخرى.